الجلسة تاع اليوم بدات الجلسة كالمعتاد على نادى الرئيس على المعتقلين باقي المعتقلين ديال حراك الريف اعترضوا على الصعود للحضور الجلسة. الأسباب هم الصحفي حميد المهداوي حضر عيط نادى عليه حضر منين المعتقلين باقي ما بغاوش يحضروا ارفع الجلسة عيات هيئة الدفاع طلب ملتمس بغى كلمة ما يعني تجاوز كل شيء. ما عمري ما شفت أن متهم حاضر إيه معتقلين الحراك اعترضوا على الحضور الأسباب خاصة يعني ولكن الصحفي حميد المهداوي علاش ما غتستعملوش علاش ما تستعملش لهيئة الدفاع ديالو علاش نظر كل مرة كنجيو هاد المعاناة ديال سير وأجي وجيب المعتقل وديروا المينوط وفتشوا وحطوا في الأخر تجي وسير في حالك يعني هادشي ما فين غادي ما عرفناش فين غادي شنو هادشي الله أعلم يعني السابقة ما عمري شفت أنا هاد كنا حضرنا الابتدائية حضرنا المحاكم ولكن باش توصل الأمور لهذا المستوى يعني ما كدير اعتبار لا المتهم يجي وكاك وتسمح فيه وتجي ولا ما جاش المتهم غادي تحاسب غادي تتابع علاش ما جيتيش وعلاش ما حضرتيش ولكن الهيئه انت كتجي والهيئه ما كتاخذكش بعين الاعتبار وكترفع الجلسه وكت... يعني هذا الشيء مؤسف للاسف الشديد مؤسف جدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.